لاحظنا ان فيه هو ساحقه كبيره جدا ما بين الكتاب والقارئ، كله أصبح يعتمد على نظام النت والحاجات الجديده اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يعني مش عايز اقول دائما معظمها لا مرجع له وممكن يكون في مغالطات كبيره، اما الكتاب معروف مؤلفه ومعروف الجهه الناشره، يعني الكتاب يعتبر صديق امين للثقافه. أمنية كبيرة جدا يكون عندنا حضانة، ما نقدرش، لأن الحضانة لها اشتراطات، إمكانياتنا ما تسمحش، اشتراطات في المبنى، اشتراطات في الأساس، في كل شيء. فلما تأملت الولاد حواليا في القرية لقيتهم فعلا بيقضوا وقت ممل، هو خلاص خلص الواجب لو في واجب، عمل كل حاجة ممكن تتعمل، وبقية الوقت اللي في اليوم فاضي، مفيش حاجة يعملها، مفيش مكان يروحوا، مفيش حتة تجمع أولاد البلد يعملوا حاجة مفيدة. لما ببص عليهم يا بلاقيهم بيتخانقوا، يا بلاقيهم بيفسدوا، بيلعبوا في حاجة، بيكسروا في حاجة، بيحدفوا طوب، بيضربوا كلاب، مفيش قدامهم مجالات يلاقوا فيها مساحة لتطوير ذواتهم ولأن هم يحلموا لبكرة أفضل. فدي من أهم الحاجات اللي أنا شايفة أنها اتغيرت دلوقتي، أن الولاد بقوا متمحورين حوالين المكتب، بيدوروا حواليها في فلكها، مكتبه فاتحه ايام ايه؟ ما عادي يوم يومين دول اظبط نفسي في اليومين دول ان انا اجي في الميعاد واحضر. كمان المكتبة مش بس بتستقبل الأطفال، هي بتستقبل الشباب، بتستقبل السيدات وحتى الرجال، أي حد هيبقى محتاج دعم ثقافي أو معلومات أو ياخد كورسات من أي نوع، المكتبة مؤهلة لاستقبال أي حد عنده استعداد إن هو يتطوع ويعلم الناس في ريف مصر حاجة مش متاحة ليهم ومش قادرين يوصلوا لها نظرا لبعد ومركزية الحاجات دي في العاصمة. وإن قبل المكتبة ما كنتش أعرف معلومات كتيرة عن العلوم والتكنولوجيا والرياضة، وأول ما المكتبة اتفتحت اتعلمت كتير وعرفت إزاي أستخدم الكمبيوتر